القضية ولا كمدينة إفران. المشكل اللي توسط له هو أن هاد الكيشاج مكينش أن كنترول. نظمت جمعية التدبير الشأن المحلي لقاء تواصليا مع الجمعيات المجتمع المدني الفاعلة حول موضوع نظافة مدينة آزرو برؤى تشاركية، وذلك بتنسيق مع مجموعة من الجماعات البيئية، حيث عرف هذا اللقاء عدة تدخلات من طرف الجمعيات الحاضرة، حيث كانت أغلب التدخلات حول مشكل تدبير النفايات وكذلك إعادة النظر في توزيع الحاويات. وسمعنا منه جماعة معينة انسحبت في مجال المجلس الصديق مجموعة ديال جماعة الحلقة من جواب في هذا الصدد هذا. وبالنسبة لديه الفترة التحكمات ديال السي مظهر كان نفس الوقت اللي في الحاويات كان جميع القناعات من العصور السي مظهر كان واحد كان كاين صعب الثلوج اللي من عبد الله حميدي عضو من مجموعة تدبير الشأن المحلي. أولا كنشكروا الجمعية ديال شعلة المستقبل اللي تقاورت التنمية اللي جات ولبات الدعوة باش أنها دير تغطية لهذا اللقاء ديالنا، اللقاء اللي هو تواصلي وتحت عنوان نظافة مدينة آزرو برؤية تشاركية. تنظن بأن العنوان راه تيتحدث على نفسه، لأن بغينا النظافة ديال آزرو رؤية تشاركية، بمعنى أن خص الكل يشارك في النظافة والجمالية ديال هذه المدينة هذه. الفكرة كيفاش جات ديال التنظيم ديال هذا اللقاء هذا، هو أننا درنا عدة لقاءات مع مجموعة جماعات البيئة، بغينا نعرفوا أشنو باغيين يديروا وكيفاش غادي يدبروا هذا الملف هذا. هما اقترحوا علينا أنه مادام مازال ما سناوش العقدة مع الشركة الجديدة، لما لا نديروا شي مقترحات اللي تدخل في دفتر التحملات. وحنايا ارتئينا أننا نشركوا الجميع في هذه القضية هذه وفي هذا اللقاء هذا، يعني استدعينا جميع الفعاليات اللي عندها غيرة واللي باغا تخدم واللي عندها النفس باش أنها تدبر باش أنها تعطي لهذه المدينة هذه. واستدعينا مجموعة جماعة البيئة وبزاف ديال الفاعلين ونظمنا هذا اللقاء هذا اللي كما كتشوفوا الحمد لله الناس لبات الدعوة وباغا تحرك وباغا تعطي في هذا الملف هذا وفي هذا القطاع هذا. وشكرا. جمعية شباب بلا حدود، في الأول نؤكد كمجتمع مدني أننا حاضرين في هذا اللقاء هذا باش نديروا التعبئة لجميع الجمعيات المعارضة ضد هذا الجديد ديال التدبير المفوض اللي نصتها مجموعة جماعة البيئة، واللي مع الأسف مازال الشركة بيزورنو مازال كتقول أنها غتكون في الولاية الجاية. وحنا كنقولوا لهاد الشركة بركة بركة من الريع، بركة أن الشركة ما نضفتش المدينة ديال آزرو كما يجب في دفتر التحملات. وحنا إن شاء الله راه كنستعدوا دابا باش نديروا واحد العريضة ممكن نصيفطوها حتى صاحب الجلالة أننا نوقفوا هاد الشركة هادي ما تشاركش في هاد طلب العروض اللي دايرة مجموعة جامعة البيئة. وشكرا.